الجديد ديالي كنخدم على واحد الكوليكسيون ان شاء الله غادي يخرج قريب ان شاء الله. صراحة طبعا لان الانسبيراسيون ديالي الكبيرة هي من الاصالة ديالي وكمغربية، وطبعا كيكون لي توش مغربي بزاف في التصاميم ديالي. صراحة عندي بزاف ديال الفنانين اللي كيلبسوا التصاميم ديالي اكثر على برا، ودابا بشويه بشويه كاين حتى المغاربه وكيشرفوني الاسماء ديال و لبسات من عندي، عرفتي بريتني سبيرز، جينيفر لوبيز، فانيسا هاتسون، شي تراج اللي جات في الامباير. صراحه كاين اسماء بزاف، زعما اي وحده اللي كنت كنحلم نلبسها لبسها الحمد لله بفضل الله. صراحه في شهر رمضان كنحاول طبعا ندخل الكوزينه نصايب الشهيوات، بحق نحاول عاوتاني انسان يزيد شويه في العباده باش لان هذا الشهر كريم وفضيل عند الله وكاين فيه الاجر بزاف، باش نغطيو على المسائل الاخرين. ان شاء الله ان شاء الله، ولا كنا هنا في المغرب وكان كل شيء ديسبونيب يكون شرف، دوزنا ليله زوينه بزاف. لا طبعا يكونوا نفس الناس ويمكن ناس زايدين، لان الانسان هو ماشي وكيتعرف على الاحباب والاصدقاء. كنتمنى لهم رمضان كريم، وباش ما تمنوا ان شاء الله بالصحه والعافيه، ونتمنى نكون خفيفه على قلبهم.